لسه مع حضراتكم في دولة تشاد بقلب أفريقيا في رحلة هدفها نوري حضراتكم تشاد كدولة عظمى في إنتاج اللحوم، لأن تعداد الثروة الحيوانية فيها بكل بساطة يتجاوز 120 مليون رأس من الماشية، ومن هنا هي المورد الرئيسي للحوم الحمراء الطازجة والمبردة لدول زي الكاميرون والنيجر وليبيا ونيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والسيريالون وغيرها كتير، ده بخلاف أنها بتورد لحومها لدول الخليج العربي وفرنسا نفسها إلا أنشأت فيها 5 مجازر كبرى بالفعل. دلوقتي هنتحرك في تشاد عشان نتعرف على التجربة التشادية من خلال لقاءات تجمعنا بشباب مصري مقيم في تشاد من سنين. الأول حسن محمود شحاتة من إمبابة وبقاله 5 سنين في تشاد وبيشتغل في التجارة واستيراد منتجات مصرية لأسواق تشاد، والتاني إيهاب محمود وبقاله 8 سنين في تشاد وهو مسؤول عن السوبر ماركت الأضخم في العاصمة أنجمينا، وخاض تجربة السفر لتشاد وعمره 45 سنة تقريباً. وخلي بال حضراتكم التجربة التشادية صعبة مش سهلة، والنجاح ليه شروط وما ينفعش فيه الانتهازية، يعني ما ينفعش فيه طريقة اخطف واجري، لازم الاستقرار والاختلاط وفهم الثقافة التشادية وضخ استثمارات، ووقتها لازم تنجح لأنها دولة محتاجة كل حاجة، دولة بكر ولكن قادمة بقوة، وخصوصاً بعد التأكد من اكتشافات بترولية ضخمة ممكن تحولها لوحدة من أغنى دول إفريقيا. تعالوا في البداية نسمع حكاية حسن محمود شحاتة واللي هيتزوج خلال أيام من فتاة تشادية من قبيلة العرب المحاميد وهي من أصول يمنية. عايز أعرف من هو حسن محمود؟ كنت بتشتغل في مصر؟ إيه سبب إنك اخترت تشاد؟ ونزلت كان معاك كام؟ احكي لي التجربة بالكامل. لا الموضوع كله بدأ من الأول خالص، أنا كنت شغال في مصر في مجال المطاعم، وبعد مجال المطاعم فتحت مركز خدمة سيارات اللي هي زيوت السيارات والكلام ده، فتحته من 2014 ل 2017. الهاجس أو الفكرة أن يبقى في تجارة أو اشتغل في التجارة أو الاستيراد والتصدير بالأخص، ده كان في دماغي. بس فقعدت أبحث كتير، رحت المركز القومي للتعبئة والإحصاء، فقعدت أشوف. طبعا اخترت أفريقيا لأن أفريقيا كقارة محتاجة، أوروبا عندها كل حاجة، مش هتعرف تبيع منتج هناك غير يكون حاجة أوروبا عندها كل حاجة، فقررت استبعاد أوروبا تماما من اختياراتك. اخترنا تشاد لمسلمة عربية قريبة شوية لمصر، ثقافتهم متقاربة معانا، هم متواجدين في مصر بنسبة كبيرة، في مصريين هنا متواجدين بنسبة كبيرة. فبس الفكرة جت كلها ان احنا نيجي هنا تشاد، واتحركت. جت مجازفة والله، انا رحت السفارة خدت تأشيرة، رحت المطار مصر الطيران قطعت التذكره جيت تشاد. ما اعرفش التأشيرة كانت سهله يعني، طول ما انا رايح سياحه مثلا. اخدت اقامه سياحه 3 شهور، خدتها شهر شهر يعني، خيروني شهر ولا 3 شهور، قلت لا انا شهر، انا راح اشوف البلد ماشيه ازاي. ركبت الطياره نزلت هنا. كان معاك فلوس؟ كان معايا زي 3000 دولار او 4000 دولار اللي انا اجيب بيهم هنا بس كاعرف البلد ماشيه ازاي. عملت لنفسي مصاريف، عملت لنفسي تذكره الطياره التأشيرة، بس ركبت الطياره ونزلت على تشاد. انا اعرف حد انا ما اعرفش حد فعلا والله. نزلت من الطياره لقيت سواق تاكس. بص خليني اقول لك حاجه، ان تجربتك او لغايه اللحظه دي لازم تفشل. ما هو انا جاي صح؟ بس ان انا اكتشف بلد. يعني اللي انت عامله لغايه دلوقتي ده معناه مجازفه فظيعه جدا وفي افريقيا ما تنفعش. مجازفه وانا جاي يعني جاي اشوف البلد ماشيه ازاي، ثقافتها عملتها. عملت ايه ولا منزلت المطار؟ رحت فين وانت خارج من المطار؟ وانا خارج من المطار فلقيت سواق تاكسي، سواقين تاكسي طبعا انت عارف في اي دوله بحكم اختلاطهم بالاجانب ومتعلمين اللغه شويه، فلقيته بيتكلم مصري شويه وهنا بيتكلموا عربي مكسر، بيتكلموا عربي مكسر بس ده بيتكلم مصري كويس جدا. مصري عايز تروح فين؟ قلت له عايز انزل في اوتيل. راح نزلني في اوتيل، وانا حتى الفلوس فكتها من المطار، ما كنتش عارف الفلوس دي عباره عن ايه. جيت هنا في الاسواق لقيت الثقافه عندهم ما فيهاش ملح، ما بيحبوش الملح، فالشيبسي ما ينفعش، الشوكولاتات والحلويات. المنتجات التركيه مسيطره هنا جدا بسبب رخص ثمنها، فدي عندنا كده مشكله. ثلاث ارباع الحاجات اللي معاك اتضربت. فلقيت ان العصير هو اللي نفع معاهم كسعر كجودة كقيمة ككل حاجة. كهو أصلاً لقيت هنا عصائر مصرية موجودة من الأول وشغالة بقى. إيه اللي منتشر هنا؟ عصائر مصرية أنواعها موجودة هنا منتشرة ومعروفة.
زي مين؟ زي في عصير الفراجيلو، في عصير التويست، في عصير البشاير، في عصير بيجي من اسكندريه اسمه الصباح. يعني بقالك 5 سنين عصير بس؟ عصير بس، مفيش بلاستيك، مفيش كهرباء، مفيش اي ادوات تجيبها من مصر. هي المشكله في السعر التنافسي، اي منتجات تانية سعرها مرتفع جدا عن ما بتيجي هنا من بلاد تانية. هو الشحن هنا صعب؟ غالي جدا. ازاي بقى الشحن؟ ازاي الشحن مثلا؟ يعني من مصر الكونتينر بيتحرك من ميناء اسكندريه للميناء دوالا الكاميرون، يعني دوله حبيسه ملهاش ميناء. فالمركب بتاخد 2500 دولار في شهر ونص على الكونتينر. على الكونتينر شهر ونص ده كويس على فكره، ده في ارقام اكتر من كده. شهر ونص 2500 دولار، في حيث ان بقى العربيه بتشيل الكونتينر من دوالا للعاصمه هنا ب 7000 دولار. انت هتتجوز من هنا صح؟ انا هتجوز من هنا. هتعمل قبيله حسن مش كده؟ هنا كم قبيله قلت لي؟ هنا في 150 قبيله بيتكلموا 150 لغه. طب عايز اسالك برضو على الحاله الامنيه هنا عامله ازاي؟ لا الحاله الامنيه هنا مستقره جدا وجميله جدا، ده مش تجميل والله فعلا. انا متهيألي هنا اي حد هيعمل اي مشروع هينجح. هنا المشاريع في تشاد حلوه جدا كاستثمار يعني بعيد. يعني بلد بكر محتاجه كل حاجه. بص حضرتك، هي بلد بكر في الاستيراد والتصدير. هنا في السمسم بكميات مهولة بيتصدر لست دول بكميات. 1500 دولار يبقى مينا اسكندرية؟ يبقى مينا اسكندرية. وفي ناس مستثمرين جدا في الجنوب، يمنيين وسوريين وهنديين ومصريين، عاملين مزارع وجايبين عمالة وجايبين غربال كهربائي، والحاجة بتطلع نظيفة وبتتصدر لكل الدول. بيطلع لتركيا المرسك مرسين، وبيطلع للأردن، وبيطلع لكذا دولة. قعدت قد ايه بقى عشان تحفظ اللغة وتعرف كم لغة من اللهجات اللي موجودة هنا؟ قعدت سنة. تنصح لو شباب عايزين يعملوا مغامرة ويجوا أفريقيا مثلا، يجوا الكاميرون، يجوا تشاد، يجوا أنجولا، تنصح بكده ولا تمهلوا؟ لا بنصح بكده وبنصح لو حد حتى مش تجارة، لو عايز يفتح مطعم هنا، يعني مشتاقين ان هم ينفتحوا على الثقافات التانية. لو حد عمل مطعم مصري هنا يكسر الدنيا. هنا في البلد مفيش غير مطعمين او ثلاثة اللي بيعملوا الشاورما والكلام ده، وعليهم ضغط مهول، ولو حد عمل حاجة جديدة في الاكل بيبقى عليه ضغط جامد. اللي قدام حضراتكم ده إيهاب محمود، دلوقتي هنتعرف على حكايته. هو في الاصل مصور فوتوغرافي محترف، وبالمناسبة هو شخص هادئ جدا، ولسه لغاية النهاردة بيدور على ذاته. والمشروع اللي بيديره لصالح مستثمر تشادي في منطقة دينجاسو بالعاصمة أنجامينا، عبارة عن سوبر ماركت واستوديو تصوير وكوافير حريمي ورجالي ومغسلة وحديقة أطفال. أستاذ إيهاب محمود، عايزين نستفيد من تجربتك التشادية. والله عمرك هنا 8 سنين. أيوه. وكنت شغال في مجال الدعاية والإعلام في القاهرة، حضرتك مصور فوتوغرافي محترف. أكيد. 53 القرار ده صعب. 53 سنة. عايز افهم بدأت معاك ازاي وخدت القرار ازاي. جينا جيت مع رجل اعمال عنده استوديو، قال لي هاب لازم تيجي معايا تشاد، بلد كويسة وعايزين نشتغل فيها، تمسك الاستوديو وانا همسك المطعم. هو شريك مع واحد تشادي. للأسف جينا وفتحنا. يعني في رجل عمل مصري كان عنده مشروع هنا. أيوة. مطعم ومكتب تصوير. أيوة. وقال لك لو سمحت تعالى معايا اشتغل معايا هناك في تشاد. فين وفين يعني، بعد 3 سنين ونص أوراقي طلعت من المحكمة. أنا ما في يعني، الكونسولة المصرية وقفت معانا في كل حاجة، يعني الكونسول المصري والسفير وقف معايا وخلصنا المشكلة. يعني في مساندة من السفارة المصرية للمصريين في تشاد، وعارفين كل واحد بيعمل ايه. عارفين. انت ايه المنتجات التشاديه اللي عرضها عندك هنا؟ هل في منتجات من تشاد؟ والله منتجات نادر يعني، يعني كان فيه بس خلصت للاسف. زي ايه كده؟ زي الكيك بس كده. كيك. كل الصناعات اللي زيها عباره عن كيك. كيك ما فيش حاجه تانية جامده يعني، كله يعني بتجيبها مستورده. يعني كل ده مستورد؟ كله مستورد. منين بقى يعني؟ الكاميرون، نيجيريا، لا نايجر؟ لا كله مستورد، كله من فرنسا، كله من مصر، من الجزائر، من المغرب، كل الحاجات دي كلها مستورد، بس بتجيبها من السوق بتاعها. انا مش بسافر بره، هي هنا موجوده، هي موجودة بضايع هنا. في مخازن عند تجار جايبين الكلام ده، بجيبها بالجمله. زي حسن مثلا اللي احنا بناه. ايوه. زي حسن بروح اجيبها من عنده. هنا في تشاد من وجهه نظرك شروط النجاح؟ شروط النجاح دي اهم حاجه، يصبر صبر. بس يصبر. بس فكرة ان انا جاي احط منتج وامشي، او ان انا الناس دي محتاجة ايه عشان اصدر لهم؟ لا اصبر شوية.
هل عايز الحياة هنا والإقامة هنا ومخلطة الناس عايز كل حاجة. وانزل السوق أشوف بنفسي بس دي أهم حاجة. ما فيش حد بالتليفون يقول لك أنا محتاج كذا ومحتاج كذا تجيبه له وخلاص. أنت شوف السوق اللي تشادي عايز إيه. يعني محدش يكلمك مكرر يقول لك أنت أبعت لك إيه من مصر. لا 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 تعال بنفسك شوف كل حاجة كل حاجة كل حاجة تشاد عايزها بس تعال أنت شوف. وفي مجال الاستثمار إيه المشروعات اللي أنت شايف إنها مطلوبة هنا؟ والله هنا الدجاج والسمك. يعني مزرعة السمك ديت لو جت يعني دجاج تسمين وبيض وبيض أيوة ماشي وسمك بلطي مزارع. أنت عايز مزارع هنا تسمين؟ مزارع يشتغلوا نوت ليه يعني ليه لا؟ يعني هنا ناقصهم فراخ وبيض وسمك الحاجات دي بس مرطرطة يعني. اللحمة دي مرطرطة وانت عارف كده كويس وتنجح ازاي المشروعات دي؟ الاقي الخامات بتاعتها منين؟ يعني هل في دورة لازم خامات علفية في حاجات الخامات دي تجيبها معاك وانت جاي ما يعني ما تاكلش على حاجة نوت. لو لقيت حاجة النهاردة مش هتلاقيها بكرة. خلي بالك انت لازم تأمن مصادرك لكل حاجة كل حاجة دي. يعني الناس بتوع الكيك دولت ولا الشيبس دوت بيجيبوا الاكياس من مصر بيعملوا المنتج هنا وبيجيبوا الاكياس من مصر بيجيبوا الكراتين من مصر لو خلصت هم بيقف. يعني لازم تأمن نفسك. الكاميرون والنيجر ونيجيريا تساعدك الدول دي في الخامات اللي انت عايزها تجيب بس لازم تروح لهم بقى. طب الحاجات غالية هناك؟ مش غالية يعني انت لما بتبقى غالية في مصر هتبقى غالية في اي حتة تانية.